اليوم كيف ما شفتوا عطينا الانطلاقه ديال مركز فرز وتتمين النفايات بمراكش. هذا المشروع هو مشروع نموذجي من حيث اننا يتم عمليه تحويل النفايات الى خلق مناصب شغل والى مواد اوليه، بحيث ان شفتوا ان المشروع فيه 4 ديال الوحدات ديال الفرز وديال التتمين. هذا المشروع اللي كيغطي واحد المساحه ديال 182 هكتار، اللي تم الحمد لله بمبادره كتعطي النموذجيه لمراكش، وكذلك غنطلقوا قريبا في تدشين مراكز تتمين اخرى في مدن اخرى. هم مرحلتين، المرحله الاولى كان فيها اللي تقريبا 60 مليون ديال الدرهم، اللي همت انشاء احواض ديال تمر النفايات. من بعد 30 مليون اللي انطلقت دابا فيما يتعلق تتمين ديال النفايات ب4 وحدات، الكرتون، البلاستيك، الحديد. غادي يكون ان شاء الله في القريب كذلك وحده اخرى فيما يتعلق لكومبوست، ثم الوحده اللي اتفقنا مع اللي كيدير تدبير المفوض وكذلك مع الشركاء رئاسه الجماعه السيد الوالي والجهه، على اساس نمشيو للاغداء ايضا، بالاضافه الى اننا ان شاء الله غادي نشتغلوا على حل واحد الاشكال اللي كاين دابا في المغرب كامل، اللي هو مشكل ليكتيفيا، على اساس انه واحد الامكان ديال تحويله الى مياه قابله للاستعمال خاصه في السقي. هذا من جهه. من جهه ثانيه هذاك الديشارج اللي كان المراكشيين كانوا كيعرفوه، هو واحد المركز ديال النفايات والروائح الكريهه، اليوم ب 24 مليون ديال الدرهم بتمويل كذلك من كتابه الدوله للتنميه المستدامه، بالطبع مع كل شركاء وزاره الداخليه الماليه، شركاء ديالنا المحليين. غادي يعطي دابا اليوم هو في طور انتاج الطاقه، اللي ان شاء الله في بشراكه مع السلطات المحليه غادي يكون كذلك يمكن من الكهرباء ديال القرى المجاوره، على اساس اللي تدو فيزابيليتي اللي غتكون، وكذلك الخريطه الطريق اللي يعني اللي قريبا ان شاء الله غيتفعل هذه المساله ديال تحويل النفايات اللي هي خامده الى مشروع كهربائي بيوغاز تنبيه كهرباء القرى المجاوره. بالاضافه ان هذا المشروع ان شاء الله حنا غنحرصوا في كتابه الدوله التنميه المستدامه ان غيبقى يتطور باستمرار في عمليه الفرز والتتمين. اليوم ايضا هذا خصنا نقولوها للمغاربه، هذا هو الذهب الجديد، كيف ما المغاربه كيعتنوا بالذهب في بلاداتهم خصهم يعتنوا بالنفايات، باش ما نمحنوش الناس. 41 شخص اللي الحمد لله دابا كيشتغلوا بطريقه فيها الكرامه وبشكل مهيكل، كذلك تكون عندهم الامكانيه ديال الفرز ان توصلهم لماده نقيه، بالتالي وهذا كذلك واحد المشروع اللي كنشتغلوا فيه، وكتبغى تكون مدينه مراكش واقليم جهه مراكش اسفي واحد الجهه اللي ان شاء الله نبداو فيها كذلك الفرز. اليوم كنعطيو الانطلاقه لهذا المركز الجديد في مطرحه الجديد ديال مدينه مراكش. هذا المركز اللي غرضه هو فرز وتتمين النفايات المنزليه، ورمزيه هذا الانطلاق اليوم هو ان النفايات التي تعتبر شيئا يراد التخلص منه، ويراد كذلك طرحه في مطارح بعيدا عن الناس، والذي من اصله ويعود بالمشاكل على الساكنه سواء على المدن او على ضواحي المدن، اليوم لم يعد كذلك. يعني هذه ثقافة جديدة، هو أن النفايات هي مصدر ديال الثروة من جديد، لأننا نستطيع أن نعيد تدويره وتتمينه والاستفادة منه، سواء تعلق الأمر ب يعني المواد العضوية، أو تعلق الأمر ب المواد يعني البلاستيكية أو بمواد أخرى. فإذا احنا اليوم كيمكن هاد النفايات كلها كيمكن نعاودو نستثمروها في امور اخرى صناعيه او تجاريه، وكذلك في الطاقه ايضا، في يعني استعمال في انتاج الطاقه، اضافه الى يعني معالجه مجموعه من الاشكالات، وهي تلك العصاره او الليكسيفيا. النفايات خدامه كتشتغل ولكن كتشمش الريحه، ولذلك هذيك الروائح اللي كانت كريهه وكانوا الناس هذا يعني سنتخلص منها شيئا فشيئا عن طريق هذا التسمين وهذا الفرز هذا. فإذا النفايات اليوم هي مهمة جدا، يعني كمصدر كذلك كمصادر الثروة، وهذا الأمر يتطور. دابا حنا في البداية، حنا يمكن لنا التسمين ديالنا يعني سيصل إلى 40% إلى 45%، يعني ولكن ما التجارب اليوم الدولية
كتعطي بانه كيمكن لنا نستمروا هذا الشيء بواحد الشكل كبير جدا ونتمنه 100%، بمعنى يمكن ان نستفيد 100% من نفاياتنا، نفايات مدننا على مستوى كل المدن. فهنيئا لنا اليوم في مراكش بهذا الانطلاقه ديال هذا المركز هذا ديال التثمين وديال الفرز، ان شاء الله املا ان نطوره الى احسن الى الاحسن يعني في السنوات المقبله ان شاء الله. سعداء الحمد لله باطلاق هذا المشروع الكبير الذي يعتبر اكبر مشروع مطرح كونتروليه ديال التمر وديال الفرز على الصعيد الوطني. هذا اكبر مشروع طبعا، اهميته ليست فقط من حيث يعني العمليات التي تقام به، ولكن حل الاشكال السابق الذين يذكرون حربيل المطرح السابق يعني الادخنه والاف ديال رؤوس الاغنام وعلى مدخل مدينه مراكش من طريق فاس، على مدخل مدينة مراكش من طريق قصفي معذرة، ويلاحظون ذاك المطرح السابق العشوائي مع هذا المطرح يعني واحد الخطوة كبيرة خططها المدينة ديال مراكش. الإشكال المالي طبعا والكلفة المالية كبيرة ديال المشروع، وتقريبا في حدود واحد 80 مليون ديال الدرهم سنويا تكل يعني على عاتق الجماعة، ولكن الغايه هو يعني واحد الخدمه ابعادها على الساكنه ابعد نقطه ممكنه بما فيه من كلفه، على قشت الابعاد راه فيه كلفه، ولكن كذلك العمليات التي تقام به. الى لاحظوا الرائحه الان على بعد يعني 100 متر تكاد لا نشعر بها، وهذا جيد. ثم العمليات التي تقام من حيث التثمين ديال المواد والمنتوج ديال العمليه اللي هو اللي خفض لنا واحد شويه الكلفه، والا كان ستكون اعلى بكثير. ثم عمليات ديال معالجه العصاره، ثم عمليات بعد ذلك الباقي يتم تمره وسيستفاد منه بعد واحد المده من حيث استخراج الغاز الطبيعي. كل هذا مشروع يعني نفتخر به كمدينه وكمراكشيون الان تاتي الوفود فاش كان كوب 22 تيجيو يعني تيشوف من مختلف الدول ووزراء من مختلف الدول، يعني تعطي واحد الصوره كذلك على انخراط المغرب في برنامج بيئي واقعي عملي وليس خيال. شكرا. هو بالتدبير المفوض عبر شركه خاصه اللي مختصه في المجال، والجماعه العقد الذي يربطه مع الجماعه هو حسب الطوناج الذي يعالج الان 145 درهم اورتاكس، ولكن في المدى القريب غادي ترجع ثاني للرقم الاول اللي هو 199 درهم اورتاكس اللي تعطي واحد الكلفه. مراكش تنتج تقريبا واحد 900 طن يوميا اللي تعطيك واحد 8 ملايير مع لو ديبلاسمون ديالها، واحد 80 مليون ديال الدرهم على الاقل. الحوار معهم راه مفتوح، كذلك السيده الوزيره عبرات على ان المشروع باغا ينجح، وحنا كمجلس يعني بغينا ان تكون الساكنه ديالنا تانتيغرا وسط هذا المجال البيئي اللي يكون نقي وما يكونش عنده اضرار بيئيه، وهذا مطلب اللي هو كان نلحوا عليه. وكذلك في اشاره للجماعه المحتضنه كجماعه محتضنه، فمن الواجب انه يكون واحد بريم داكوي سنوي حتى نتمكن من المزاولات والتطبيق ديال البرنامج العمل ديالنا، البرنامج الكبير رغم الامكانيات الماديه الضعيفه اللي عند الجماعه. واش مطرح لكم هذا المطرح مشكل مع السكينه؟ كنعرفوا بان المطارح كاين، فعلا كاين مشكل كبير مع السكينه، ولكن حنا كنحاولوا باش ان الاضرار البيئيه تكون قليله، ويكون تطبيق كامل ديال كناش التحملات اللي توضع اثناء التحضير لاقامه هذا المشروع هذا. شكرا. مرحبا. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.